اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الشين نتاعي. اهلا بالقدوم وبالجدد. بالطبيعه نشكركم ياسر على التفاعل نتاعكم على الكومنتات الحلوه اللي كيفكم. جاتني برشا كومنتات الحصيل وجاتني برشا تفاعلات برشا لايكات للفيديو. نشكركم برشا بالطبيعه. القناه بالطبيعه بكم انتم تتحسن. دونك البنات باش نكمل في المشتريات. انا صورت لكم المشتريات اللي فاتت وباش نكمل المشتريات الجديده اللي وصلتني واللي شريتها معناها من هنا. فما اللي شريته من جنيف وفما اللي كومونديتو معناتها تابع الكوموند الاخرى وصلني روتار. دونك قلت علاش ما نصوركمش شنو شريت بالضبط. حسن نبدا على بركه الله لهنا الحصيل باش نبدا بالحاجات اللي شريتهم من جنيف وبعد نكمل معاكم المشتريات الاخرى اللي وصلتني بالبوستة. فهمتوا الحصيل البنات. مشيت لهنا قعدت نلوج. هنا كما قلت لكم البنات انا في الفرونتري الكلوار كان عندي ياك الموبل هذاك نتاع الشوسير. هو مش موبل نتاع الشوسير، هو تابع الطاوله. فهمتوا انا حطيته بور لو مامون في الفرونتري لين نشري موبل نتاع الشوسير نتاع صبابط. معناها ما معناتها موبل نتاع صبابط. دونك هذاك دخلته للصاله جديد هذاك والكل تابع الطاوله هذه. فهمت تابع بيت لفتور. وكمشيت المره هذه السبت هي معناتها خرجت انا وعلي. مشيت نلقى برشا برومو في لي موبل نتاع شوسير. دونك مشيت خديت موبل تو ديجا باش نصوره لكم ونهبط لكم الرابط نتاعو وتشوفوه. شريت موبل حطيته في الرونتري. فهمتوا معناها نحيت الموبل القديم دخلته بطبيعه وكريتوه. هو دخلته في الصاله وكانت عندي ارموار نتاع بيت الصغار مصغر عليهم البيت. حطيتها انا ديجا في الكلوار حطيت فيها لي شوسير بور لو مامون. كي شريت انا الموبل هذايا وليت الارموار هذيك فتقتها وبالطبيعه خرجتها لبرا هزتها معناتها البلديه. والموبل شريت موبل في الكلوار. ولهنا كما معناها مع الموبل هذاك شريت حاجات اخرين لقيتهم برومو خاطر برومو عاملينو لنا في جنيف. فما بروموات طياره بصراحه والكاليتي ما نحكيلكمش عليها. دونك قلت علاش ما شارككمش شنو شريت مع الموبل هذاك البنات. خديت هذايا الكيسان هذوما باش يجيني علي عنده صاحبه استاذناه باش يجي بحذانا نهار السبت نهار الاحد شفتو بحذانا وكل. دونك وليت خديت الكيسان هذوما البيض يعجبوني انا. الكيسان نتاع القهوه البيض عندي كيسان نتاع تي عندي كيسان نتاع ماء ديجا جدد وهذوما كي لقيتهم برومو وليت خديتهم فيه 12 كيس. انا نحب ديما الكيسان البيض كما هكا. انا نحبهم نحب شكل الكيسان المزيلين الملونين. كيسان فيهم 12 كعبه نتاع قهوه نتاع ينجم يكونوا حتى نتاع تي مزيانين برشا. خديت الباكو هذايا ومع هذاك خديت هذوما المغارف والسكاكر. البنات كما تراو في رمضان في سيدي رمضان انا صورت لكم رمضان اللي تعدى خديت مغارف وكيسين نتاع سته من الناس. فهمتوا بما انه هما مش يجوا بحذانا وليت قلت خليني ناخذ مغارف ومغارف جدد وسكاكر والكل فيهم اكثر معنا. فهمتوا خاطر هو باش يجي ظهر لي هما اربعه من الناس ولا خمسه من الناس معانا احنا معناها اربعه من الناس. دونك وليت خديت الباكو هذا خديته زاده من نفس اللي يبيع اللي خديت منه الموبل. هو يبيع كل شيء الكترو كل يبيعه معناتها موجود في المجازان هذيا. وليت خديت المغارف هذوما صغار وسكيكن وكل فيه 24 بياسه وخديت هذوما الريدوات هذوما البنات شوفوا ريدو فيه اللقا. خديتو الكوجينه هذايا ريدواتي كما تراو الريدو اللي ورايا هذاك راني مخرجتو بارميزير. فهمتوا الريدو هذاك مخرجتو مع الريدوات نتاع مستير قمراي للصاله هذايا مخرجه زوز قمراي. وبالنسبه للبيت الصغار تراوه بلون زاد هو خاطر لهنا الدنيا في الخريف والشتاء ديما الدنيا ظلمه. فهمتوا شعلوا في الضوء في النهار. دونك يساعدني ديما ناخذ الريدوات ماذا بيا البيض ديما باش دار تضوى. خديت تضوى خلي الكوجينه ماهمش للبيوت. دونك خديت الكوجينه والبيت نتاعي بيت النوم زاد فيها ريدو على القمرايه زاد بارميزير مطلع. بيت الصغار كيف كيف عندهم ريدو زاد في البلونطه وتروك نصور لكم البيت. خديت البنات التابي هذايا
تاع سال دو بان فيه زوز بياسات كيما هكا. دونك خديت هذه خاطر بحكم عندي سال دو بان وعندي تواليت اخرى. الحسيلو خديتها شوفوا فيها دو بياس وكبيره وتحسوها التابي التابي تحسها تقوش عليها نتاع شومبر مش في نتاع تواليت جمله. حسيلو فيها زوز بياسات والكاليتي طياره. هذيا خديتهم هذوما معناتها حكايه دي فرونك انتو ديس. خديت زوز خديت في التركواز وخديت في الجري ماهوش نوار دايره وجري فونسي. كل مره ناخذ حاجه حسيلو ونكمل اخر حاجه اللي انا مش نموت عليها وعندي بريود كبيره معناتها ما حكيت عامين وانا نلوج نلقاشي برومو باش ناخذها وكل شيء خاطر تساعدني سورتو بالنسبه لي انا عندي مثلا في البيت نتاعي اللي هي ميديكال نتاع ظهر والغلاف نتاعها لاصق فيها ما يتنحاش. حل الوحيد باش انا نحب ديما نغسل الغلافات وكل نتاع الصغار يتنحوا فيهم سلسله ويتنحوا نتاعي انا اللي ما فيهاش سلسله. دونك وليت خديت لها هذه زادت تساعدني في اللي كي تبدا عندي تاش في تابي معناتها تابي فيها ومعناتها تمسخت لي ولا حاجه في الدار تمسخت لي. دونك هذيا ولا الكنابي خديت هذيا اسبيراتور فابور تنظف تنظف بالكدا بالكدا ديجا باش نحلها قدامكم. عجبتني بالكدا ولقيتها برومو 159 دونك وليت الحقيقه فرحت بها بالكدا بالكدا وحسيلو فرحت بها. دونك وليت خديت هذا اللي عليه البراكوت هذه هي ديجا خديتها مازلت ما استعملتهاش ان شاء الله تو نستعملها معاكم باش ننظف بها الماتلا فرحانه بها بالكدا. والا التابي كي ما عنديش بلاصه ونغسل التابي تورو نتوما في جنيف فماشي بلاصه تغسل فيها والبلكون ماهوش كبير باش نغسل فيه التابي. وانا عندي تابي خديتها لبنات ديجا حطيتها هبطها للكراج نوتا نولي باش نطلعها ونغسلها بهذي فهمتوا فيها ديتاش هكايا باش نغسلها بهذيا خاطر الحل الوحيد هذاك اللي لقيتو هنا تاع سويسرا ما عندناش بلاصه وين نغسلوا صابون معناتها صابون نقول انا عندي اللي الماكينه نغسل فيها صابون اما اللي تابي ما تلقاش بلاصه وين باش تغسلها. اول حاجه الدار لوح البارتير نتاعها لوح دوزيام شوز البلكون ما تنجمش تغسل فيه بحكم انه صغير ما لقيت وين باش نغسل ما فماش بلاصه معنا معايده باش نغسل فيها. هذه هي عزيلو فرحت بها ما تصوروش حتى من البلاد تقولش دري مزيدني انا في الدار. هذه هي البنات تتعبى بالماء والبرودوي وبالطبيعه تحط فيها هذه معنا هذايا نتاعها بالطبيعه وباش تنظف بها فيها بروس وتشفط الماء والبرودوي بالوقت وتشيح لك بالوقت. ياسر معناتها نلوج عليها ولقيتها والحمد لله. هذه بالنسبه للاسبيراتور حاسيلو حاجه خديتها وفرحانه بها بالكدا وفرحانه ما تصورش كيفاش. دونك البنات باش نتعدى معاكم المشتريات اللي وصلتني من تيمي كما قلت لكم المره اللي فاتت الكومونديتها الملاحف والكل راهو من تيمي وجاتني برشا سؤالات منين كومونديتك الملاحف والكل راني خديتها من تيمي وراهو رخيص تيمي ارخص من شي ايه. دونك البنات كيما ريتو المره اللي فاتت الوحده الملحفه نتاع لينا نتاع الكويت ما جاتش معاها غلاف نتاع مخده كومونديت لها الغلاف هذايا فهمتو كومونديت لها الغلاف هذايا لل هو هانو بالفير كومونديت لها الغلاف هذايا باش يولوا اونسومبل مع بعضهم. وخديت لها زيده غلافات كريم هما على الكوتون وزوج هما غلافات في الفير خاطر لينا عندها برشا مخدات الفوق في الفرشه نتاعها دونك المخده نغلف بها هذه والباقي المخدات نغلفهم بهذا يولي اونسومبل كامل فهمتوا. ورخاص راه البنات هذايا خديتو بدو اورو 35 فهمتوا الزوز بدو اورو 35 وعلى الكوتون
هذوما بالنسبه واش نهبط لكم التصاور باش تروهم اكثر وضوح. ديت محمد علي الغلافات هذوما خديت له هذوما في البلو والبلون، ديما ناخذ لهم مختلفين الصغار. وانا البنات ريتو الملح فهمتي كيفاش، زاد بحكم اني انا عندي برشا مخدات في الفرش نتاعي، والفرش ديما كتحطوا فيه المخدات حاولوا البنات تحطوا مخده كبيره ومخده اللي تركضوا عليها باش يكون معناتها فيه اربع مخدات. كومونديت له زوز اخرين باش يولي انصامبل فيه زاده اربع مخدات وبالملحفه. وتو كي نقادي الشومبر نتاعي يعني خليتها هي في لافان في اخر في الاخر باش كي نقاديها تكونوا حاضرين وتشوفوها على عينيكم وتعطوني فيها رايكم. كومونديت لهنا جوان دويت لمحمد علي. محمد علي في الشتاء الدنيا بارده ياسر ياسر ياسر، ميشا قاعده تجري وتلعب راي وتفرت لي زاده في برشا حاجات. هذه الجوان دويت خديتها لمحمد علي، زاده ماهيش غاليه حتى طرف. والبنات البيجاما كيمشي انا كومونديت انا نلبس ام طاي ام جيني واسعه، بالنسبه لهنا في جنيف الطايم ديما ناخذ ام، اما بالنسبه كي نشري من سيت معين نحسها طاي ام صغيره. كيما ريتوها المره اللي فاتت هي راهو هذيك اللي كومونديتها المره اللي فاتت راهي سروال سافار، اما انا نحبو ديما لارج حاجه في الدار ديما ماذا بيا تكون لارج بالكدا، والشميزه جات لارج لارج، اما السروال حسيته ماهوش كلي لارج كيما نحب انا معنا بالضبط. دونك شنو عملت انا ما كومد كي جيت كوموندي في معناتها في هذا كومونديت اكس ال مش طاي ال، فت طاي ال وكومونديت اكس ال جاتني اكس ال بارفيكت كيما نحب انا بالضبط. طال هبت لكم التصاور نتاعها ديجا هذا اللي نحبه انا يعني نحب حاجه في الدار نتوها مزيانه ومحلاها وعلى الكوطون ومحلاها محلاها خسرو كيفيه. والسروال اكلي نحبو لارج لارج كل واحد كيفاه، فما اللي يحبو يبدا اجستي فما اللي يحبو يبدا لارج شويه كل انسان وكيفاش، لكن انا اللي انا من الناس اللي نحب الحاجه في الدار تكون واسعه ولارج بالباهي. دونك البنات هذيا بيجاما كومونديت زوج، انا كومونديت هذيك في الروز وكومونديت هذيا في البلو، وطن هبط لكم التصويره باش تشوفوها اكثر. وكوموندو منها على خاطر الكاليتي راهي طياره. هذيا محليها 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 البنات كوموندو منها، هذه راهي طياره طياره على الاخر فهمتوا. هذيا اكس ال البنات شوفوا السروال نتاعها، نحب حاجه كما قلت لكم نحب حاجه تكون لارج ياسر واحد في الدار ماذا بيه يلبس حاجه واسعه. دونك كومونديت هذه لمحمد علي هو حب عليها اكل بوني تبدا هكا نتاع موتور هي فهمت، كومونديت منها لعلي والمحمد علي. علي كومونديتها له للموتور خاطر علي يمشي على الموتور ما يمشيش بالكهرباء للخدمه، يلبسها تحت الكاسك هذيا، وفي نفس الوقت تنجم تبدلها كيما تنجم تلبسها كيما كيك خاطر عندنا برد كبير احنا في جنيف، كيما تنجم تلبسها كيما كيك كيما تنجم تلبسها تمشي عزوز تمشي بوني وتمشي هكا تتلبس كامله. دونك حتى محمد علي كوموندا منها تساعدو خاطر محمد علي يمشي يلعب فوت يمشي بالتروتينات فك البرد وكل شيء ينجم يلبسها كيما هكا، وينجم يلبسها في القرايه اذا هو يحب يلبسها بوني تنجم تمشي عزوز. حسيلو البنات خديت سباتيول تعرفو سباتيول نتاع جاتو هاذوما اللي كومونديتهم تاع الباتيري باش نهزهم لتونس معايا سهل ربي روحت نهزهم معايا نعمل بيهم لي جاتو غادي. هذه زاده بزاف غلافات كيما الخضر هذوما كيما هذوما خديتهم بلو نفسهم زوز مع بعضهم فرد فرد بريرا 2.36 كومونديت البنات طافي هذه نتاع الخبز كومونديتها لهنا نعمل عليها الخبز بالطبيعه خديتها حسب الكبر نتاع الخامه قلت خليني ناخذ وحده حتى تساعدني. كومونديت هذوما البنات هتوزن هبطيكم الرابط نتاعهم ديجا نتاع دونوت، انا نعمل دونوت ياسر في الدار
التسلسل ديما نعملهم مدورين. ديجا جابت لكم يعني روسيت قبل، دونك المره دي خديتها قلب، خديت المدوره جو ثلاثه مع بعضهم، فهمتوا؟ خديتها دي على شكل ورده، ثلاثه جو مع بعضهم. وانا ديما نعمل لي جاتو في الدار. هنا البنات خديت البوشيت نتاع جاتو، خديت واحده روز وواحده فيل. علاش خديتهم؟ انا عندي الاخرين العادي، دونك خديتهم هكا باش لينا ومحضرين دخلهم زاده في كي نعمل لي جاتو، ندخلهم معايا يعملوا لي جاتو. يعني كل واحده خديت نوع نتاع كومونديت. هذه زاده لينا محليه هي في نتاع الجاتو، مرات هي كي تحب تعمل جاتو كومونديت لها وحده صغيره. وهذوما البنات هذايا فيلم، كي تجي تعمل جاتو تحطو في السيركل هكا باش ما يلصقش الجاتو في السيركل نتاع الجاتو. خديت الرولو هذه انتوها، هذه هي البنات المشتريات نتاعي. طومش نتعدى ما نعرفش نهبطكم الفيديو هذا كي معناتها كهو، والا نمشي نتعدى باش نلم زاده بيت الصغار وتشوفوا الحاصيلو كيفاش التغيير نتاع بيت الصغار. ديجا مش نعمل لهم الغلافات وكل شيء، دونك تشوفوا ما تعديت البنات نهار الجمعة إن شاء الله مبروك علينا وعليكم الحاصل وعلى الأمة الإسلامية. تعديت البيت الصغار، أنا بيتي دوب ما نقوم الصباح ديريكت نتعدى معناتها اللمة هي الأولى، فهمتوا؟ وبيتي ديما نظيفة الحقيقة، ما عنديش فيها معناتها نلمها وتبقى نظيفة، ما ندخل لها كان وقت الواحد مشي يصلي ولا بشي وقت نوم ولا حاجة، ما هي ديما نظيفة بيتي. تعديت البيت الصغار لحصل البنات، هي زادة بيت صغار راهي نظيفة ديما أكلي أجور، أنا ديما كل يوم نعمل لها أسبيراتور ونمسحها وكل شيء. لهنا ديجا بديت نعمل في الكونترول عاد باش لما الصغار الصباح الصغار قصدوا ربي فطروا ومشاو للقراية. وكما تعرفوا أي واحد عنده صغار سورتو صغار يقراو في الليسي توا، يعني يجبدوا الدبش ويخلوا بحكم انهم هما يختاروا شنو مش يلبسوا. دونك مرات مانيش عارفه هذاك مسخ ولا نظيف، فهمتوا؟ نقعد يلزمني نشوفه كانوا معناتها مسخ ولا ملبوس حتى نهار، لا اني ديجا نحطه في الباني باش يتعدى للغسيل. كل يوم كي كنعمل كنترول، انا عندي باني حطيتها لهم في البيت خاصه بهم هما، يرم كذا لا عندهم حاجه مسخه يحطها في الباني. وبطبيعتي بعد هما ما يقصدوا ربي ان نمشي نرنجي لهم برواتهم، نرنجي لهم لي زافير نتاعهم. هذا بيرو محمد علي، ديجا البنات هذه فما شكون سالني قال لي منين شريتها، انا شريتهم من ايكيا اللي شنابر هذوما، شريتهم من ايكيا. ديجا ارجو الفيديو لي فيديوهات قبل كيفاش كانت بيت نوم صغاري قبل وقتها هما صغار، وكانت ياسر ضيقه عليهم. فهمت الحل الوحيد اللي لقيته لهنا اني ناخذ لهم يعني ولدي كبر وبنتي كبرت، وهنا الكري البنات مش هو المشكله في معناها بيت زايده، انا ماذا بيا نلقى معناتها الدار ما اكبر. اما لهنا راهو ما فماشي بحكم جنيف معبيه ياسر ياسر بالناس، دونك ما فماشي ديار، فهمتوا؟ يعني انا كي لقى الدار هذه نتسمى راني في نعمه، راهي فما الناس تسكن في استوديوهات مع عند ظل زوج صغار وثلاثة صغار وتسكن في استوديوهات، بحكم انه الناس اللي موجودة في جنيف اكثر من الديار اللي مبنية، فهمتوا؟ توا هذاك علاش انا وليت الحل الوحيد اللي لقيتو اني اشتريت لهم، مع هما اختاروا الشنابر هكا. محمد علي معناتها لفت له شنبرتو غادي في الشراء ما غادي ولينا في الشراء من هنا، باش يولي كل واحد عنده خصوصيته وحده يعني بيرو وحدي، ما حبيتش نقابلهم لبعضهم، كل واحد حطيته في شيره وديجا كل واحد عنده اسباس قدامه هكا كبير. وفما بيرو صغير هذاك البنات كان تاع لينا ومحمد علي كي كانوا قبل، كي كانت البيت نتاعهم تاع النوم قبل، بيرو لينا عطيتو لجارتي لبنتها، والبيرو نتاع محمد علي بقى. دونك وليت حطيته فما خاطر مازال جديد هو، وليت حطيته فما ديجا يحطوا عليه معناتها حاجات كان مستحقين ولا كل شيء. حطيت له كرسي وحطيت له ديجا مرايه، شريت له مرايه من ايكيا زيدا وحطيتها له فميكا فيكسيتها له فما ينجمو مثلا يمشي يبدل عليها حوايج ولا باش يعمل باش يلبس حوايج ولا حاجه، انه عنده مرايه في بيته في البيت ولا باش يمشط شعره ولا اللي هو الحاصل. وهنا البنات ديجا بديت خاطر
انا ديجا في بالي، ماشي في بالي يصور قاعده نصور، لكن للاسف ما المقطع ما تصورش. انا مديت الجرايه نتاع الصغار، بدلت لهم الغلافات، فهمتوا؟ ما تصورش المقطع الاول والثاني، ما نعرفش بهم نتاع الجريري ما تصوروش. الحاصل بدلت غلاف جريه محمد علي، وبدلت له الغلافات هذيك اللي تراو فيها، وكل الغلافات نتاع المخدات والكل، ولينا لما مشوز معناتها زدت لميت لها بيروها، ولميت لها ديجا لي زافير نتاعها الكل، وكل الكتب وكل الكل، معناها خاطر هي تراجع البيريود هذيا الكل، قاعده تراجع، عندها برشا قرايه بنتي، خاطر تقرا نموذجي، يعني عندها برشا قرايه بالكدا بالكدا. ما نحبش انا نفرسيها ولا حاجه، نحبها تقرا على روحها، والواحد يوفر لهم ديما الراحه والكل. دونك البنات لهنا بطبيعتي كما تشوفوا ناحيه الغلافات الكل، بدت غلاف الكويت كما تعرفوا، ذاك الغلاف هذاك شريته وديجا وريته لكم قبل. وكل واحد البنات عنده ثلاثه مخدات، المخده ديك اللي ترو فيها هذيك راهي ميديكال نتاع يرقد عليها، فهمت؟ الاخرين جيست نتاع ديكوراتيف، معناها يزين بهم الفرش نتاعو. ولينا كيف كيف زيدا، كل واحد عنده البنات عنده الكويت هذيك المغلفه، وعنده هذيك الكويت اللي ترو فيها هذيك الكويت، ما هي خفيفه راهي بحكم انه الطقس في جنيف برد بالكدا، والشتاء معناتها بارد بيت بالكدا سناجي. نحط لهم هذوك، ما هما بطبيعتهم كما تشوفوا، انا بطبيعتي نحط لهم الغلافات نتاعهم، ونحط لهم الكواتات نتاعهم. هما في الليل بطبيعه تبارك الله كبار، انا صغار يتغطوا وحدهم، واللي يحب بزيد غطا يتغطى. هذا هو كل يوم البنات، راني كل يوم نفس الحكايه، كل يوم نفس ونحب ديما ماذا بيهم فروشاتهم مريقلين بالكدا بالكدا، ما نحبهمش يبدو مفرغسين، وبرواتهم زاده كيف كيف نحبهم نظيفين ومريقلين كما تشوفوا. هذوك ما باش تقولوا محمد علي كبر عليهم، راهو هذوك ما ملي هو صغير ديجا بيبي شريتهم له، كيف هو كيف لينا، ما بوش يتخلوا عليهم، فهمتوا؟ ما نحبش نفرسيهم يعني فما اكل جوي الاخر الكل مشي تعطيته جوي الاخر، وهذوك ما كل واحد عنده الحاجات الخصوصيه نتاعو نتاع اللي هو بيبي معناه، والكل هما معاه ما متعلقين بهم، ما نجمتش يعني قلت خليهم لهم، مادام هما متعلقين بهم خليهم. بالرغم قلت لهم راني ما نعطيهمش، كان تحبوا نهبطهم لكم للجراج، لو تمي ما حبوش، وما يحبوا لي زافير نتاعهم معاهم. هنا البنات زاده كيف كيف جبت نتاع لينا، زاده لينا والله تعرفوا البنات لينا عندها نهار من اللي غلفت لها الكويت نتاعها، كنت مش غالفه لها، وبعد قلت هيا برا علاش، مادام الغلاف جديد خليني نغلفه لها، وعديتهم والله كل عديتهم للغسيل، ريتو الغلاف نتاع لينا ذاك عديته للغسيل، وهو عنده نهار من اللي غلفتها الكويت، قلت برا مش مشكلة خليني زادة هي نغلف لها غلاف جديد ونفرحها بيه والكل. هكا لهنا بطبيعتي بديت نغلف فيها، يشدوا شوية وقت البنات، اما هو راني مسرعة في الفيديو، اما هو راه يشد الوقت نهار جمعة، راني كل نهارين نبدل غلافات الجريري كل نهارين دراو البنات، ماني منعرفش فما ناس اخرين كيفي ولا لا، اما انا راني كل نهارين هذاك، علاش ديما عندي صابون، راهو صابون غير عادي في الدار، صابون بش وسيرتو الملاحف، ديما الملاحف راني ديما نغسل ياسر الغلافات. الحاصل البنات نشكركم برشا على التفاعل نتاعكم في الفيديو اللي فات، جاتني برشا كومنتات حلوه، مازلت ما رجعتش عليهم الحقيقه، والله انا قريتهم مش ما قريتهمش، اما مش لاقي الوقت كما قلت لكم، البريود هذه كل اللي قاعده نمشي للسبيطار وكل، وهاني مازال لي زدت ديجا رونديفو كبير معناتها نهار 16 اكتوبر. الحمد لله على كل شيء. الحاصل هذاك علاش منشني قاعده كلي كل يوم اجور، معناها قاعده نصور والكل، وزيد الصغار ورنديفوات حتى للصغاري والكل، هذاك علاش، والا نيا كي يبدا عندي وقت راني نصور ما عندي حتى مشكله.
بالرغم راه عندي راه فيديوهات في تليفوني، مي ما قلت لهمش الوقت حتى باش نعمل لهم مونتاج. هذاك علاش حصل لهنا البنات غلفت الغلافات ديجا المخدات، غلفتهم نتاع لينا ديجا، وجاو مزيانين ومحليهم، والله جاو مزيانين ومحليهم. حاس البنات ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالطبيعه فضلا وليس امر نشكركم ياسر. القناه والله قاعده الحقيقه قاعده الفيو نتاعها قاعده تزيد. ان شاء الله نكون عند حسن الظن نتاعكم، قاعده نقدم ان شاء الله نكون قاعده نقدم في محتوى يكون بالطبيعه يعجبكم، خاطر ماشي الناس الكل يعجبها المحتوى. ان شاء الله نكون نقدم فيه، خاطر انا نقدم في حاجه انا راضي عليها. زاد في نفس الوقت ما نحبش نكثر لكم من حاجاتك اللي كل معناتها الواحد يعملها اجور، فهمتوا يعني؟ كل يوم الانسان يفز يلم البيت الصغار يلم كي نلقى انا وقت باش نعمل حاجه جديده بوركوا با، ولا حاجه باش تستنفعوا بها بوركوا با، نقول علاش لا. هذاك علاش مرات كان عندكم انتم شنو تحب نصور لكم بالضبط البنات ما فيها بيس، ابعثوا لي شنو تحبوا بالضبط انا نهبط لكم موضوع معين ولا فيديو شنو تحبوا بالضبط، ما فما حتى مشكله. كاو الواحد ينظم كل يوم يمسحك الغبابر، فماشي معناها مش ممسخ اما كوميم هانو الواحد يمسح كان فما شويه بوسيير حاجه كيما كيكا هم ينظفها. هي البيت نظيفه ممسوحه ولا البنات عندها نهار من اللي مسحتها، خاطر ديما نمسح فيهم البيوت وسيرتو نحنا غادي يعني البارتير لوح، فهمتوا معناها ما يلزمش يتصيق ولا حاجه، ديما مسحه خفيفه. هكا هو لهنايا ديجا وصلت بكم نهايه الفيديو. كملت عملت لها اسبيراتور كي نظفتها كنستها بالكدا بالكدا. والبنات ديما هاكم كم تشوفوا البيوت الكل فيه مريدوات كالبيض في البلون كيما باش يدخلوا يعني يدخلوا لوميير للدار، فهمتوا؟ خاطر احنا الدنيا ظلمه ياسر، وريتو لهنا في الفيديو راني مشعله الضو، فهمتوا؟ يعني هي راني مشعله الضو بالرغم ذاك الكل كي تحسوها اكلي ظلمه شويه. راه خاطر البر نحنا الدنيا مضببه وظلمه ديما نعدوه من الخريف حتى لين يجيك الربيع والدنيا كيما هكي. كاش خلاني والله البنات عندي حساسيه، معناتها عندي حساسيه، معناتها ديجا نستعمل في دواء ضد الحساسيه من نديم تاع من دي هنا اللي جيت لسويسرا والكل عندهم من دي غير عادي، فهمتوا؟ الدنيا ضباب وظلمه وحاله الحصيل وحاله مقربه. الحاجه اللي مشي باهيه فيها هو الطقس الحقيقه ما يعجبنيش، باقي الايامات الحقيقه باهيه، فهمتوا؟ بالنسبه كي يبدا صيف ولا ربيع محليه يبدا الطقس باهي، اما لا في الشتاء ولا الخريف الحقيقه ماهوش باهي حتى طرف. هنا سي كملت كنست بيت الصغار، كي نكملها ولا نرتاح ونفرح. هنا وصلت للنهاية كما هكا، كما تشوفوا الدنيا نظيفة محليها، حصيلو كي تبدا نظيفة ومحليها ومرتبة كل حاجة في بلاصتها تعطيك انرجية هكا باش تشجع في برشا حاجات. كي صرتو الصغار كي يجو يلقو بيتهم كي محليها تبدا كل مرة نضيف لهم حاجة جديدة. دونك هذاك كما تشوفوا محمد علي فرشو، وهذوك ما كل لعبات نتاعو من اللي هو صغير، من ما يحبش يتخلى عليهم جمل، كيف هو كيف لينا راهو الزوز نفس الشيء. هذاك البيرو نتاع محمد علي، وذيك المروار هنا، هذايا لارموار نتاع لينا ديجا ولي تاجير نتاعها، وهذيك كما تشوفوا الفرش نتاعها وكل لعبات نتاعها. هذوك ما ملي هي صغيره زيت مستحفظ عليهم، عندها لعبه ولا ملي هي بيبي ديجا تولدت عمرها 3 ولا 4 ايام ديجا مازالت مستحفظه عليها. هكا نكون بسلت بكم من نهايه الفيديو، ان شاء الله نتقابلوا في ساعه الخير. ما تنسوش البنات تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه باش تكبر القناه معناتها ويشوفوها برشا ناس. نشكركم برشا، ان شاء الله نتقابلوا في ساعه الخير ان شاء الله يا ربي.